شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على جوابكم. نعلم جميعا أن عدم تنفيذ الأحكام أو تأخيرها يؤثر سلبا على مصالح المواطنين، كذا على ثقتهم تجاه العدالة، وكما يفقد هذه الأحكام مصداقيتها. وإشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هي محل معاناة للمواطنين، ووزارتكم سيدي الوزير تحتل الصدارة في هذا الأمر. أرجع إلى الشق الأول من السؤال الخاص بمشروع الحي الحسني بمراكش وموضوع السؤال الكتابي. فبعد 11 سنة من الانتظار وبعد تعاقب 3 مكاتب وطنية و3 محلية للمؤسسة منذ سنة 2006، نستفيق على حقيقة أن كل شيء يتغير من أجل أن لا يتغير شيء. وأود أن أؤكد هنا على مجموعة من الملاحظات حول عناصر جوابكم سيد الوزير التي جاءت على جوابكم الآن كما جاءت في جوابكم الكتابي. أولا، تم إظهار تنفيذ المؤسسة الغرامة التهديدية على أنه إنجاز. هنا أود أن أؤكد على أن تنفيذ هذه الغرامة غير مقصود لذاته، بقدر ما هو مطلوب فعلا تنفيذ أحكام القضاء واحترام مقتضياته من طرف وزارتكم، مع ما يعني ذلك من حرص مفترض لدى مسؤولي المؤسسة على أموالها ألا تبدد، وكذا تصحيح أثار التجاوزات التي تورطت فيها في أكثر من موقع. ثانيا، اقتراحكم للمشروع السكني العلة الفاسي بمراكش المتوقف الأشغال الخيالي الأتمنة الفاشل تدبيرا وتصميما وإنجازا كبديل لا يمكن أن يكون حلا رشيدا، خاصة أنه عرف هو الآخر تجاوزات عدة. ثالثا، جاء في جوابكم على تخصيص شقق بالمشروع السكني الحي الحسني جوج لفائدة المتضررين، والحال هو عدم وجود أثر لأي مشروع يذكر رغم مرور سنوات على هذا الوعد، ولا يوجد أي لقاء جمع مسؤولي المؤسسة بممثلي المتضررين موثقا بمحضر يمكن الاعتماد والتحدث عن مخرجاته بالطريقة التي تناولها به جوابكم. كما أذكركم أن المؤسسة لحد الآن لم تفصح عن لائحة المستفيدين من مشروع الحي الحسني، رغم أن ذلك لا يعدو أن يكون إلا إجراء لا يكلف وبمقتضاه يمكن أن يتم تعويض المتضررين. شكرا. ختاما، فإنه نظرا لما عهدنا فيكم من حرص الإصغاء والجدية والموضوعية، نهيب بكم لإيجاد حلول عملية وقابلة للتحقق لإنصاف المتضررين. شكرا الذين يتوسمون فيكم الوزير الجاد والمسؤول. شكرا.